التعاقد لقطر ومعركه اليونسكو، زي ما قلنا انه قطر حصلت على تنظيم كاس العالم بالفساد المعروف والمستشري في حينها كان بين سيف بلاتر وميشيل بلاتيني، وتم يعني بشكل او باخر احالتهم الى التحقيقات، سواء بلاتر اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وميشيل بلاتيني، وكان معروف دور ساركوزي رئيس فرنسا في هذا الاطار، ونجحت في قطر في ان تكسب تنظيم كاس العالم بالرشاوه والملايين التي تم انفاقها على هذا الاساس واستخدام شركات العلاقات العامه وخلافه. لكن فيما يجري في الان في اليونسكو ومحاوله قطر اختطاف منصب مدير عام المنظمه، قام يعني المسؤولين القطريين خلال زي ما قالت الصحف الفرنسيه والاعلام الفرنسي قناه فرنسا 24 و لوموند الفرنسيه، تحدثوا على انه قطر والمسؤول القطري المرشح القطري والسفير القطري في فرنسا، يعني كان في اجتماع او دي معلومات ربما يعني لم يتم نشرها، اجتمع المسؤولين القطريين ومع مجموعه من سفراء الدول، وسفراء الدول دول انا عندي 10 اسماء، العشر اسماء قعدوا مع سفير قطر قبل التصويت، وجرى ما جرى بقى، شربوا شاي بالياسمين، اتظبطوا، كان معاهم مرجان احمد مرجان. الخلاصه عند السودان وعمان وجنوب افريقيا ونيكاراجوا وكينيا واليمن وماليزيا، كوريا الجنوبيه، سلفادور والجزائر، دول الصحيفه اسمها صحيفه يؤكد تلك الشبهات، خبر نشره موقع صحيفة بينينيسو القطرية الإنجليزية في 12 سبتمبر، قالت إن في اجتماع قعد 4 أيام في قطر ضم كل المسؤولين من هذه الأعضاء التنفيذيين، وتم ما تم، والأخبار التي تأتينا من فرنسا بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أصابع قطرية بتعبث عن طريق تقديم الهدايا والرشاوة للبعض، وإحنا مش هنقدر نسمي، لكن أسماء الدول وأسماء مش الدول، أسماء ممثلي الدول اللي تداولتها الصحف الفرنسية والصحف المختصة كانت فاضحة لما يجري. عندي أيضا 20 مليون دولار بتنفقها قطر على تحسين صورتها في أمريكا خلال 2017 من أجل فقط أن هي تقدم نفسها لمتخذ القرار الأمريكي بشكل مختلف. يعني المعركة المحتدمة في فرنسا الآن النهاردة اليوم الجولة الثانية من التصويت تقريبا بنفس ما جرى بالأمس، لكن كل التغيير هو تقدم مشيرة خطاب بصوت عن أمس، امبارح كان عندها 11 صوت، النهاردة عندها 12 صوت، يعني استطاعت مشيرة خطاب جذب أحد الأصوات إليها في جولة اليوم. وفي دول بلغاريا أعتقد أو أذربيجان انسحبت، وإحنا عندنا وعد من الصين في حال انسحاب الصين أو في حال عدم اكتمالها للسباق سيكون الصين والدول اللي معها لمشيرة خطاب. لوموند اللي بتقول يونسكو في حاجة للمال، قال مصدر في منظمة اليونسكو لصحيفة لوموند الفرنسية أن المنظمة تعاني من أزمة مالية كبيرة، مضيفة أن 2000 موظف نصفهم في باريس في حاجة لمرتبات. يعني الكلام ده طبعا الراجل اللي طلع التصريح دوت على علاقة بقطر، لأنه قطر مرشح قطر قال هنغذي المنظمة اليونسكو بكل الأموال اللي بتحتاجها، وكان بيتكلم بيأدب نفسه على أنه مرشح دولة غنية هتنفق بسخاء على المنظمة، احنا مش دولة فقيرة بتدور على المعونات، وكان بيقصد مصر. كشف تقرير لشبكة فرانس 24 الفرنسية في تقرير لها ان قطر كلفت لوبي ضخم في مقدمتهم شركة بورتلاند الامريكية بالعمل على انجاح مرشحها لليونسكو في مقابل 336,000 دولار، وشركة تعمل لصالح قطر منذ عام 2014. وكلفت قطر ايضا شركة اسل نتورك الفرنسية من خلال شركاء الفرعيين، يعني شركة نيتورك
عندها 40 فرع على مستوى العالم، في فرع في قطر، فبالتالي قطر بتشتري كل شيء وأي شيء.